مرحبا بك سي بدرات في الجمعية الغربية للعالمين والثالثة عبد الناصر اسمي كاميلو زكريا حدراف كيف حالك في الجمعيه المنتخب الوطني المغربي اش ممكن لك تقول لنا على الجمعيه المغربيه للمشاركين كدير واحد البادرة زوينه للاعبين كدافع على الحقوق ديال اللاعبين غدا في واحد المسار اللي هو جيد ان شاء الله نتمنى تكمل باستمرار وتزيد تدافع على الحدود كنتمنى من الله عز وجل يكمل سير صافي حتى في هذا النهج ديالو حيت الجمعيه اللي في المستوى الرافع نتمنى ان شاء الله يكون غير خير ان شاء الله واش تشوف من هاد الزاكسون اللي تبدا يعني من ناحيه لا للعنف ولا للعنصريه بالفعل الجمعية لا للعنف ولا للعنصرية كدير واحد المبادرة طيبة باش ما يكونش واحد العنف باش ما يكون واحد العنصرية داخل الملاعب وخارج الملاعب نتمنى لهم حظ موفق ان شاء الله باش يستمروا على هذا العمل ان شاء الله وكنظن بان هذه الجمعية اللي عطات الشيء الكثير ودافعت على الحقوق ديال اللاعب ودافعت على العنف العنف ضد اللاعب والحمد لله دابا ولا لاعب مرتاح بفضل هذه الجمعية تقولوا للناس اللي تيستعملوا العنف في الملاعب ولا خارج الملاعب نتمنى من الله نتمنى من الله ان شاء الله الشباب كاع ولا الجمهور باكمله اللي كيجي يتفرج في الملعب وخارج الملعب نتمنى ما يديرش العنف وما يديرش شي حاجه اللي سيئه اللي ما كتشرفش الكره المغربيه حيت الجمهور المغربي جمهور رائع ما كنظنش بانه غادي يدير مثل هذه الكوارث هذه نتمنى ان شاء الله العقليه تبدل ان شاء الله من القدام ونكونوا في المستوى الرفيع ان شاء الله مع هذه الجمعيه اللي ولات كبيره ان شاء الله كلمه حق اللاعب اللي توفى في الجزائر والقضيه هذه ديال العنف بالفعل هادشي كيضر اي لاعب حنا بدورنا كلاعبين شفنا لاعب اجنبي اللي كاميروني اللي تقتل بحجره في ملعب ديال الجزائر تيزيو الزوما ما عجبناش الحال ونتمنى وان شاء الله ما يكونش شغب مثل هذه الاشياء في الملاعب ديالنا حيت هادشي ما كيبشرش بالخير ونتمنى ان شاء الله يتبدل هادشي والناس اللي تجي تتفرج ان شاء الله تتفرج بحضاره وباقتناع الفريق ديالها سواء خسر سواء ربح يمشيو كما جاو ان شاء الله يمشي كلشي سالم ويخرج كلشي سالم من الملعب ان شاء الله. باش نصحوا المعلومه اللاعب كاميرون اللي توفى الله يرحمه كان في المقابله في الملعب ديال شباب القبيل نتكلموا دابا على المبادره اللي تم الجمعيه هذه السنه الثالثه تتكلم فيها هي لا للعنصريه كلمه على العنصريه في المغرب في الكره وفي الملاعب. كنظن بان العنصريه في المغرب ما موجوداش بدوري انا كلاعب كنشوف اللاعبين اللي معنا لي زيترونجي هنايا في الفريق ولا في اي فريق بحالنا بحالهم كنبادلوهم الترحاب بيننا وبينهم كنهضروا معاهم كيف ما هما كيهضروا معنا هما مزيان حنا كنهضروا معاهم مزيان في رقعات الملعب ملي كنكون لاعب ضد الخصم ديالي ولا الخصم كيكون لاعب ضدي ملي كتكون شي كونتاك ولا شي حاجه ما كتكونش العنصريه كنوضو كنتسالمو كيكون هذاك الشيء على حق وطريقه الحمد لله كنتمنى من الله ان شاء الله يبقى كل شيء غادي على هذا الاستمرار باش ان شاء الله ما تكونش العنصريه وما كنظنش ان المغرب فيه العنصريه كيف ما كيشوف الجميع ما حنا اي واحد يطونجي ان شاء الله كيجي كيلعب معنا وكنستقبلوه وكنرحبوا به كنظنش بان كاين العنصريه حاجه واحده كيف ما قلت لك الشغب ان شاء الله اللي غادي نبداو نحيدوه بشويه ان شاء الله باش الباب ديالنا ان شاء الله تكون في احسن الظروف ان شاء الله. واش تقول الشباب بالنسبه للمغرب على ابواب تنظيم كاس العالم للفرق وكاس الافريقيه؟ وبالفعل كان اللي بغيت نقول للشباب انا هو يساند ان شاء الله الفريق ديالنا اللي غادي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله هو المغرب التطواني نساندو كاملين وان شاء الله ما تكونش لا عنصريه ولا عنف ولا حتى شي حاجه من هادشي لان هادشي كيدرب كيخرج غير على المغرب بصفه عامه الناس اللي غاديين يجيو عندنا
كاين الفرق غادي يجي وكاين الجمهور ديالهم غادي يجي وغادي يقولوا بان المغرب سيء, المغرب ما مزيانش, المغرب ما كنتمنى من الله ان شاء الله الشباب ديالنا يعطيو واحد النظره اللي هي زوينه ان شاء الله على المغرب باش الناس ملي يجيو عندنا يقولوا بان المغرب راه مزيان وما فيش العنصريه وما فيش الشغب وما فيش, حيت حنا مقبلين على كاس افريقيا ان شاء الله اللي غادي تنظم عندنا, خاصنا نساندو عاوتاني المنتخب ديالنا ان شاء الله باش ما نديروش الكوارث اللي مدينا ودرناها, ونتمنى ان شاء الله الخير ان شاء الله لهاد الشباب هادو ان شاء الله. من دورنا تنشكروك على هذا اللقاء هذا, والكاتب العام للجمعيه المغربيه, التمنيات نتاعنا ان شاء الله الازدهار والتقدم والاحتراف الاكبر, وحنا تابعين وعارفين شنو تيتسنى سي عبد الرحمن من بعد, وهذه نقول شكرا بزاف على هذا اللقاء هذا, والتمنيات ان شاء الله. مرحبا.